واحدة انا يا رسمي انا قد التليفون معي واحدة كل عام ما كنتش شفتو كيمشيو للنوادي النسوية كيمشيو للإدارة كيمشيو للمدارس وكيمشيو فتزيين جماعة ديم قورن هي أغنى جماعة كيش هاد الشي يعني بحالها بحال الجماعات قريبا مليار و 700 مليون اللي عندها راه كاين جماعات اللي واصلين 3 د الملاير وكاين غير شفتو كاين دباين وكاين 2 د الملاير ولكن حنا دابا في هاد الميزانية راه غاديين فيها بزاف يعني الساكنة يعني فيما يخص الجمعيات والإنارة العمومية والماء والنقل المدرسي لأن علاش هاد النسبة كبيرة ديال الميزانية مشات للمسائل الاجتماعية لأن كما كتعرف في مقورن راه الناس ديالها يعني فيها هشاشة يعني فيها بزاف الفقر وداكشي علاش الجامعة كتصرف تقريبا راه 80% ديال الميزانية كتمشي للمسائل الاجتماعية عاد داكشي اللي كنشوفوه عاوتاني كيبقى لينا في الفائض يعني الا بغينا نعطيو المثال راه الجمعيات المجتمع المدني كيديو 300 مليون الماء والإنارة العمومية والماء راه كيديو 360 مليون يعني غير هاد جوج فصول راه يعني تقريبا راه 700 مليون هادي يعني تقريبا 50 غير هاد جوج وخلي عليك النقل المدرسي وخلي عليك سميتو المدارس العاتقة كندعمهم حتى هما وخلي عليك دار الطالب والطالبة يعني كندعمهم تقريبا 500,000 درهم يعني 50 مليون وهذا الشيء يعني وكيكون عندك واحد الفائض تقريبا ديال 250 مليون حتى 300 مليون هاد 250 مليون 300 مليون هني هاد سميتو باش كنديروا يعني واحد النسبة في المشاريع اللي كتدار في مقورن يعني بحال دابا دار الطالبة يعني راه تبنات ب 640 مليون ولكن الجامعة راه ساهمت فيها ب 370 مليون وزيد الملف كترفع عليه وكاين لانزوا عطاتنا 100 مليون كاين المجلس الإقليمي كاين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تبنات عاوتاني نمشيو نبقاو في هذه ديال التعليم عاوتاني فيما يخص بناء استاد الأقسام بناء استاد الأقسام راه استاد الأقسام بناتهم المديرية الإقليمية على حساب الإعدادية التأهيلية واستاد الأقسام راه بناتهم الجامعة بمشاركة مع لانزوا بحال دار الطالبة وكاين دابا السوق الأسبوعي اللي غاديين فيه ديال إيداو منو راه التكلفة ديالو راه 840 مليون يلا دابا يعني طلبنا الوزارة الداخلية باش تعطينا 540 مليون و100 مليون غتعطيها لينا الجهة 100 مليون عطاها لنا الشركة ديال إسمنت المغرب و120 مليون ديال الجامعة حنا دابا كنتسناو غير الجهة تصرف لنا هذيك 100 مليون وغادي لونسيو الصفقة ان شاء الله في اقرب وقت ملي غتصرف لنا هذه الميزانية ديال الجهة غادي لونسيو الصفقة يعني ما كاينش شي مشروع لان كما كنقول لكم كنسمعوا الجامعة ديال قر اغنى جامعة راه هذيك كل جامعة بحال حاجة ما كاينش الجامعة اللي مقادة دير المشاريع ديالها بوحدها راه حتى حنا المشاريع اللي كنديروا ما كاينش شي مشروع اللي درناه ودارته الجامعه بوحدها دائما كتكون الشراكه كتكون هذيك داك الشيء اللي عندك وكتقلب على الاطراف الاخرين يعني يدعموك